تعتبر الشركة العامة للخيوط القطنية بحمام من القطاعات الإنتاجية الداعمة للاقتصاد، حيث لم تتوقف عن العمل رغم كل الظروف، بالإضافة لتحقيقها أرباحاً طالت 7 مليارات ليرة العام الفائت. واقع العمال في الشركة يحتاج المزيد من الدعم ورفع لمستوى الخدمات المقدمة بدءاً من طبيعة العمل والطبابة والوجبات الغذائية. نحن بنعمل على مدار 16 ساعة نظام ورديات، طبعاً يعني الدوام الوقت العمل طويل، في شريحة إنتاجية بس بنتمنى إنه تكون أعلى. بتمنى يكون الحوافز يعني يراعوا حوافزنا شوي، يعني الطباب يعني يزيدونا نسبة الطباب يعني والاهتمام بالطباب شوي. زيادة الحوافز، زيادة طبيعة العمل، أي مكتسبات بالنسبة للوضع المادي كعمال يعني. دوام الوردية كتير طويل وصعب، 24 ساعة كتير، عم نوقف على رجلينا كل الليل يعني. فمنطالب إنه يرجعوا مثل قديم 8 ساعات أهون يعني بيكون هيك. وبجهود العمال والخبرات المحلية في المعمل تجرى عمليات الصيانة الدائمة للآلات لتقديم إنتاج بمواصفات عالمية من الغزول القطنية. لحد الآن احنا مستمرين في الإنتاج بالنمر المختلفة تغطي السوق المحلية، مواصفات خيطنا مواصفات أوروبية. نسعى دائما مع الجهات الوصائية وتوجيهات السيد الوزير الصناعة ومدير مؤسسة النسيجية والسيد رئيس مجلس الوزراء للتوجه من ناحية نحن الحوافز والشرائح الموجودة، نحن تحسين الحافز الإنتاجي للعامل، والحمد لله هلا نحن بطور تحفيز تطوير الحافز الإنتاجي وزيادته. هالتصنيع هون موفر علينا مبالغ طائلة جدا، كان لو بدنا نصنع حتى قلنا بدنا نصنع بالسوق المحليه وفرت علينا على الشركه مبالغ ندفعها للسوق المحلي. قدرنا نطعم او نجدد العماله بخلال 4-5 سنوات الاخيره. دائما الاداره هون في تواصل مستمر مع مركز تطوير والمؤسسه العامه النسيجيه لرفع مستوى الحوافز، دائما كل شهرين هون عندنا بالشركه زياده حوافز، زياده مكافآت. يتطلب المستوى الإنتاجي دوماً تحديث الآليات وتوفر مزيداً من اليد العاملة للعودة لنظام 3 ورديات. أما عن مطالب العمال فهي برسم الجهات المعنية.